استذكارا لبطولاتي وتضحياتي وانتصاراتي أبطال الحج الشعب المقدس وفي مقدمتهم الشهداء الأبرار، أقامت هيئة الحج الشعب المقدس وبالتعاون مع متحف الآثار والتراث والفنون في جامعة القادسية معرضا للصور الفوتوغرافية. أقامت مديرية الإعلام العامة في هيئة الحج الشعبي بالتعاون مع مكتب الهيئة في محافظة الديوانية العزيزة معرضا صوريا يمثل انتصارات وإنجازات قوات الحج الشعبي في معارك التحرير الكبرى. طبعا شاركت بهذا المعرض في 35 صورة تقريبا، هي كانت جزء من هذه الإنجازات الكبيرة في الأعوام السابقة 2014 إلى 2017 وأعوام الانتصارات التي تحققت على أيدي أبطال الحج الشعبي. طبعا هذا التاريخ هو سيبقى للأجيال ويمثل الانتصارات والبطولة كما عرف الشعب العراقي عن بطولاته وإنجازاته السابقة واللاحقة إن شاء الله. إن تضحيات الشهداء الأبرار والانتصارات التي حققها أبطال الحج الشعب المقدس منحت العراقيين حياة كريمة مطرزة بالحرية والكرامة والديمقراطية، ولذلك ستبقى عالقة في الوجدان والضمائر وهي رمز المجد لكل الأحرار. واليوم حقيقة الأمة اللي هي تذكر شهدائها وتجسدهم وتذكرهم في هاي المحافل هي أمة حية. حقيقة الحشد الشعبي اليوم مدرسة لجميع التفاصيل، لأنه عشنا في القتال وعشنا في المحن، ولكنه بقت ذكريات، وهذه الذكريات يفترض أنه تتجسد على واقع الحال. فأنا أشكر اليوم الأخوة القائمين على هذا المعرض. وتناول هذا المعرض الصور الفوتوغرافية التي التقطها المصور الحربي في هيئة الحشد الأستاذ علي الفهداوي، والذي كان حقيقة مشارك في جميع المعارك التحرير التي خاضتها قواتنا الأمنية، وبذا هو كان ينقل لنا صورة واقعية عن الأحوال والأوضاع التي عايشها البلد في تلك الفترة، فنقلها لنا صورة وصوتا وتوثيقا. لبرنامج صباح الخير يا عراق، فرحان زيادي الديواني.